الموجود الان معنا هذا أزمة دواء هي الأسوأ في أقدم المرافق الصحية الحكومية بمدينة جعار في محافظة أبيان، المكان الذي يمثل الوجهة الرئيسية للكثير من المواطنين الباحثين عن مجانية الخدمات العلاجية، وهي الخدمات التي سجلت تكاليفها ارتفاعا كبيرا في المرافق الصحية الخاصة. هذا المركز معنا أمراض، نجيب أولادنا، نجيب نسانا، ما نلاقي حتى بحب البلدون نجيبه، ولا مضاد حيوي ولا حق الحمويات ولا من اللي يجيبوا المنظمات ولا شيء من هذا كله. والسبب الى عدم توفر ادويه لا في وزاره الصحه، ونحن معتمدين اغلب اعتمادنا على المنظمات الداعمه، وخصوصا المركز الصحي جعار كانت متدخل فيه منظمه الانترسوس، وكانت تقدمت دعمها بالادويه والحوافز، حتى اضافت لهم 2 اطباء كانوا يشتغلوا على فترتين 12 ساعه في اليوم. طبعا مركز قعار ومدينة قعار يعني منطقة محتاجة، لأن أكبر كثافة سكانية في مديرية خنفر، أضافة للنازحين المتوفرين وجميعهم أو أغلبهم تحت خط الفقر. الخدمات الطبية المقدمة هنا باتت تقتصر على إجراء المعاينات الأولية للمرضى، في حين أن نفاد الأدوية المجانية منذ أكثر من 10 أشهر تسبب في مضاعفة المعاناة لدى الكثيرين ممن يلجؤون إلى شراء الأدوية من الصيدلية التجارية بأسعار مرتفعة بحسب المسؤولين هنا. كنا نستقبل ما يقارب 200-300 حالة في اليوم، عندها كانت منظمة يعني في إقبال شديد، يمكن المريض ما يقدر حتى يجلس من كثر اللي. الآن انتهت، أصبحنا يعني كأننا لم نكن، ما فيش أدوية، ما فيش أقبال، ما فيش يعني ممكن حتى المريض حب بندول ما يحصل. طيب عملكم الآن يعني في ظل عدم الأدوية على إيش يقتصر؟ عملنا على إيش يقتصر؟ إنه نسجل الوصفة هذه المريض، نعمله الفحوصات هذه، معنا الأخ مشكور ما ومضطرين نقول لهم برا. تعطيل العمل في المرفق الحيوي خلال الأشهر الماضية بعد توقف عمل المنظمة التي كانت تشرف على تشغيله دفع العاملون فيه إلى مطالبة الجهات المعنية برفضه بالأدوية اللازمة ضماناً لاستمرارية تقديم الخدمات العلاجية، غير أن مكاتب الصحة أكدت عجز الوزارة عن تقديم تدخلاتها نظراً لاعتمادها هي الأخرى على تدخل المنظمات الدولية، ما يعني أن بقاء الوضع كما هو في هذه الوحدة الصحية قد يؤدي إلى إغلاق أمام عشرات المرضى. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.